وما كنتم تكتمون. ما كنتم تكتمون هذه صيغة ماضي، وهذا يسمى الماضي الاستمراري أو التعودي. وكنا تكلمنا عن هذا الماضي في مناسبة سابقة، أظن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيوة، كنا شرحنا الماضي الاستمراري في هذه الآية، ولا بأس أن نعطي فكرة عن هذا. ما معنى الماضي الاستمراري؟ الماضي انتهى زمنه، ومعنى الاستمراري أنه لم يحدث مرة واحدة ثم توقف، وإنما استمر فترة. ومنهم ما يسميه الماضي التعودي، يعني أصبح عادة. فماضي استمراري يعني وقع في الماضي لكن على طريق الاستمرار، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني لم يعتدوا مرة واحدة، بل هذا الاعتداء كان دأبهم وكان عادتهم، كان يأكلان الطعام، هذا كانت عادة. عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام كان يأكلان الطعام، يعني كان من البشر، وأكل الطعام هذا عادة يومية، فهذا ماضي استمراري. إذن هذا معنى ماضي الاستمراري، بمعنى أنه لم يقع مرة واحدة ثم توقف، وإنما استمر وتكرر حتى أصبح عادة. وما كنتم تكتمون بمعنى ما استمررتم عليه من الكتمان. كيف نعرف هذا الماضي الاستمراري؟ يتكون من جزئين. الجزء الأول ماضي الكينونة، كان، كانوا، كنت، ماضي كينونة على حسب التعبير، مفرد أو بالجمع أو مؤنث أو مذكر، ماضي الكينونة. الجزء الثاني الفعل المضارع الذي يراد التعبير عنه، من تكتمون هنا وتعتدون بالنسبة لي لهون، ويأكلان بالنسبة لي عيسى وأمه. فماضي الاستمرار وبعده المضارع الذي يراد التعبير به في الجملة. يشترط هذا لابد من توفر الجزئين، ماضي كينونة وبعده المضارع الذي تريد أن تعبر عنه. يشترط في الفعلين أن يتفقا في العدد، مفرد مفرد، كان أخي يزاول الرياضة، كان يزاولها في الماضي وقد استمر مدة في هذه المزاولة، كان يزاول، ماضي كينونة بعده المضارع، العدد في كان هو واحد ويزاول واحد، إذن اتفقا في العدد. ويتفقان أيضا في الأسلوب، لأن الأسلوب إما مخاطب وإما غائب وإما متكلم، كان هو ويزاول هو، إذن اتفقا في العدد واحد وواحد، واتفقا في نوع الأسلوب وهو أسلوب الغيبة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نطبق الشرطين، كانوا ماضي الكينونة، يعتدون فعل مضارع معبر عنه، اتفق الفعلان، كانوا جماعة
يعتدون جماعة، اتفقا في العدد، كانوا غايب يعتدون غايب، إذن اتفق في العدد واتفق في الأسلوب الغيبة. كان يأكلان نفس الشيء، كان فعل الماضي الكائنون يأكلان المضارع، اتفق في الضمير الاثنين، كان ضمير الاثنين ويأكلان ضمير الاثنين، أيضا أسلوب الغيبة في آيتنا. وما كنتم تكتمون، كنتم ماضي كينونة وتكتمون المضارع المعبر عنه، كنتم جمع للمخاطبين، تكتمون وهو جمع للمخاطبين، نوع الأسلوب مخاطب، كنتم تكتمون. إذن أخذنا إن شاء الله فكرة عن ماضي الاستمرار وكيف يتكون، وطبعا نستفيد من هذه حتى في التعبير وفي الإنشاء، عندما يعبر الإنسان لماضي الاستمرار يعرف كيف يكونه، لأننا ندرس اللغة هكذا لمجرد الأخذ، لا أيضا نريد أن نطبقها في استعمالاتنا وفي تعبيراتنا.